تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل دخول المسار المتمدرس على الهاتف بسهولة؟ نقوم بالتخطون على الجوجل الخاص بكم، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا على المسار. سوف يظهرنا على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الفضاء خاص بالتلميذات والتلاميذ، من ثم سوف نقوم بانتظار قليلا. هنا سوف نقوم بكتابة اسم المستخدم، هنا سوف نقوم بكتابة كلمة المرور. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تسجيل الدخول، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة التشغيل سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل توفير الطاقة. هكذا نكون قد قمنا